من كتاب فكر تصبح غنيا نقرأ لكم. مقدمة بصوت أبو زيد أحمد. يعد هذا الكتاب الأكثر تأثيرا في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية، وأخيرا نحو الغنى الروحي الذي لا يقاس بالمال. لا أعرف كتابا آخر يشبه هذا الكتاب، ولا يمكن أن يوجد ما يماثله. وقد أوحى به إلى المؤلف شخص حقق إنجازات ناجحة في حياته قبل سنوات كثيرة. هذا الشخص لم ينجح فقط في أن يصبح مليونيرا، بل ساهم أيضا في توجيه الكثيرين من خلال نصائحه وأسراره ليصلوا ويصبحوا هم بدورهم من أصحاب الملايين. وكذلك أفصح أكثر من 500 شخص من الأغنياء عن مصادر ثرواتهم إلى المؤلف الذي أنفق فترة طويلة من حياته في الأبحاث المكرسة لإيصال نصائحهم إلى أشخاص آخرين في كل ميادين الحياة. وهؤلاء الأغنياء كرسوا أفكارهم وآراءهم وخططهم التنظيمية في سبيل أن يصبحوا أغنياء. آلاف من الأشخاص أخذوا بفلسفة هذا الكتاب المشهورة من أجل الحصول على الثروة والغنى. وليست أسرار هذه الفلسفة مرتبطة بزمان معين، وهي عملية وتطبيقية. وبهذا توفرت في هذا الكتاب المعادلات التي تقود إلى النجاح للأشخاص الذين يرغبون بقوة في جمع المال والحصول على الرضا والغنى الروحيين اللذين تحققهما الإنجازات والمكاسب. يعلمك الكتاب ماذا تفعل وكيف تفعله، وسوف تجد فيه سحر التوجيه الذاتي والتخطيط المنظم والاقتراحات الذاتية التلقائية والترابط الذهني ونظام مدهش للتحليل الذاتي وخطط تفصيلية لتسويق خدماتك الشخصية والكثير من النصائح المستمدة من خبرات رجال عظام أثبتوا قيمتها. ولا تقاس الثروات التي يمكن أن تحصل عليها بالمال، فهناك ثروة وغنى في الصداقات الدائمة والعلاقات العائلية المتناغمة والمتوافقة، وفي تبادل المشاعر والتفاهم مع شركاء العمل. وأخيرا هناك تناغمك واستقرارك الداخلي الذي يجلب لك راحة البال التي لا تقاس إلا بالقيم الروحية. وهكذا تهيئك فلسفة هذا الكتاب للوصول إلى هذه الثروات التي لا تتوافر إلا لأولئك المستعدين لتقبلها والعمل من أجلها. وهكذا تهيأ للشروع في تطبيق فلسفة هذا الكتاب ولتغيير في حياتك لا يقوم فقط بتسهيل تجاربها وضغوطها، بل يهيئك أيضا لتجميع الثروات المادية بوفرة. يأتي كل فصل من هذا الكتاب على ذكر سر اكتساب المال وجمعه، وهو السر الذي جلب ثروات للمئات من الأغنياء الذين عملت على تحليل مبادئهم الشخصية على مدى فترة طويلة من الزمن. لقد جاءني السر أول مرة قبل 50 سنة من قبل شخص أوحى إلي به عندما كنت صبيا، فقد جلس في كرسيه وراقبني بعناية ليرى إن كنت أملك العقل الكافي لفهم الأهمية الكاملة لما قاله لي. وعندما رآني فهمت الفكرة سألني عما إذا كنت مستعدا لإنفاق 20 سنة أو أكثر في نقلها إلى العالم وإلى الرجال والنساء الذين من دون ذلك السر سيمضون حياتهم في الفشل. وقد أجبته بالإيجاب وحافظت على وعدي في ذلك. لقد خضع هذا السر للاختبار العملي من قبل آلاف الأشخاص في كل ميادين الحياة، وكانت فكرة ذلك الرجل أنه يجب وضع المعادلة السحرية التي وهبته ثروة كبيرة بين أيدي كل الناس الذين لا يملكون الوقت لاكتشاف كيفية اكتساب الأغنياء للمال والثروة، وطلب مني أن أقوم بشرح واختبار عقلانية هذه المعادلة من خلال خبرات رجال ونساء في كل ميادين الحياة. وقد آمن صديقنا بوجوب تعليم هذه المعادلة السحرية في كل المدارس والجامعات، وقد عبر لي عن رأيه بأنها إن علمت بالشكل الصحيح فإنها ستحدث ثورة في كل النظام التربوي، بحيث ينخفض الوقت المكرس لدروس أخرى في تلك المدارس. سوف تقرأ في الفصل الخاص بالإيمان قصة مدهشة عن كيفية تنظيم شركة الفولاذ الأمريكية العملاقة
من حيث النظرية والتطبيق من قبل أحد الشبان الذي اتبع نظرية صديقنا صاحب المعادلة السحرية. وهذه الحالة التطبيقية المنفردة للمعادلة وسرها جعلت ذلك الشاب يجمع ثروة مالية ضخمة فتحت له فرصا كثيرة وأبوابا عدة. وباختصار أقول إنه جمع 600 مليون دولار. هذه الحقائق وهي حقائق معروفة للجميع تعطيك فكرة عما قد تجلبه لك قراءة هذا الكتاب، شرط أن تعرف ماذا تريد. وقد عملت على تعليم سر المعادلة إلى آلاف الرجال والنساء الذين استعملوها لمنفعتهم الذاتية، ووفقا لخطة المعادلة نجح بعضهم في صنع ثروات كبيرة بينما استعملها آخرون لصنع الانسجام والتوافق داخل منازلهم. وكانت نافعة لأحد رجال الدين بحيث جلبت له مدخولا لا يقل عن 75,000 دولار في السنة. واستعمل المعادلة أيضا شخص كانت أعماله على شفير الإفلاس وأحياها وحقق ثروة جديدة، ولا تزال أعماله ناشطة حتى اليوم. وبالتالي كانت تجربة المعادلة ناجحة إلى درجة أن الجرائد والمجلات خصصت لها المقالات الطويلة والدعاية. وهناك تجارب كثيرة أخرى في مجال تطبيق المعادلة، وقد طبقت من قبل رئيس إحدى الجامعات وجعل من جامعته إحدى أقوى الجامعات في البلاد. وسيمر معنا سر المعادلة السحرية لتحقيق الثروة والغنى مئات المرات في الكتاب ضمن تسميات مختلفة. ويبدو أنه ينجح في قيادة وتوجيه الأشخاص إلى النجاح بمجرد البوح به وإفساح المجال للآخرين كي يتعرفوا عليه، خصوصا أولئك الأشخاص الذين يبحثون عنه ومهيئون لتقبله. ولهذا أدركت لماذا باح صاحب السر به إلي بهدوء دون إعطاء أوصاف محددة وتفاصيل. وهكذا إذا كنت مستعدا لتطبيق هذا السر ومعادلته، فإنك سوف تعرفه وتدركه مرة واحدة على الأقل في كل فصل. وكنت أتمنى لو كان بإمكاني إبلاغك كيف تكون مستعدا لذلك، لكن ذلك سوف يحرمك الكثير من المنافع التي يمكن أن تحصل عليها من خلال اكتشاف قدراتك ذاتيا ومدى وكيفية استعدادك. وإذا سبق لك أن أصبت بخيبات أمل كثيرة وصعوبات جمة، وإذا بذلت جهودا كثيرة ومع ذلك فشلت، وحتى في حالة إعاقة المرض أو الاعتلال الجسدي لعملك، فإن قصص هذا الكتاب مضافا إليها المعادلة السحرية قد تثبت أنها الواح المرجوة في صحراء الأمل المفقود. استعمل الرئيس الأمريكي في الحرب العالمية الأولى سر المعادلة السحرية للنجاح هذا، وعممه على كل جندي قتل في الحرب من خلال تدريب متميز وخاص قبل الانطلاق إلى الجبهة. وقد أبلغني الرئيس بنفسه أن ذلك السر كان عاملا قويا في جمع الأموال التي احتاج إليها لتمويل الحرب. وما يميز هذا السر هو أن أولئك الذين يمتلكونه ويستعملونه يجدون أنفسهم منساقين بسرعة إلى النجاح. وإذا كنت تملك أدنى شك في ذلك، راجع قصص الأشخاص الناجحين المذكورة في هذا الكتاب لتتأكد من صحة هذا الكلام. لا يوجد شيء دون ثمن، وهكذا لا يمكن استعمال السر المذكور دون كلفة وثمن، رغم أن تلك الكلفة أقل من القيمة والعائد، ولا يمكن الحصول عليه من دون ثمن من قبل أولئك الذين لا يبحثون عنه عمدا وبتصميم. كذلك لا يمكن وهب هذا السر وهبا إلى الآخرين، ولا يمكن في الوقت ذاته شراؤه لسبب واحد، هو أنه ليس موحدا بل منقسم إلى جزئين، أحدهما يكمن في الشخص الذي يكون مستعدا ليتلقاه ويستعمله. وهكذا يخدم السر أولئك المستعدين لتقبله وبالتساوي بينهم، ولا علاقة للتربية المدرسية به، حيث نجده بحوزة المخترع الشهير توماس إديسون الذي لم يتلقى من علم المدارس سوى 3 أشهر. وقد عمل إديسون على تمرير السر إلى شريكه في العمل الذي استعمله بفاعلية ونجح في جمع ثروة طائلة، بحيث تقاعد عن العمل في سن مبكرة. وسوف تقرأ قصته في بداية الفصل الأول، ويجب أن تقنعك تلك القصة بأن الثروات ليست بعيدة عن متناولك،
وأنه لا يزال بإمكانك الحصول على ما تتمناه، ويمكن لكل أولئك المستعدين والمصممين على تلقي هذه البركات من الحصول على المال والشهرة والسعادة من قبل. كيف توصلت أنا إلى معرفة هذه الأمور؟ سوف تصل إلى الجواب عن هذا السؤال قبل الانتهاء من هذا الكتاب، وقد تجده في أي مكان بين الفصل الأول والصفحة الأخيرة منه. وخلال أبحاثي طيلة 20 سنة، والتي انطلقت بها بناء على طلب صاحب سر المعادلة السحرية، عملت على تحليل شخصيات المئات من الأشخاص المعروفين والمشهورين، والكثير منهم اعترفوا بأنهم وصلوا إلى النجاح بمساعدة هذا السر. ويمثل هؤلاء الأشخاص نسبة قليلة من أشخاص كثر تثبت إنجازاتهم المالية وغير المالية، أن أولئك الذين يفهمون السر ويطبقونه يصلون إلى مراتب عليا في الحياة. ولا أعرف شخصا واحدا استعمل وطبق هذا السر ولم يحقق النجاح الباهر، ولا أعرف أي شخص نجح في جمع الثروات وفي الوصول إلى مراتب مميزة دون امتلاك هذا السر وتطبيقه. ومن خلال هاتين الحقيقتين أستنتج أن أهمية سر المعادلة تكمن في أنه جزء من المعرفة الضرورية للحصول على التصميم والإرادة الذاتيين، والتي هي أهم مما يعرف بالتعليم المدرسي. وما هي التربية والتعليم المدرسي على أي حال؟ لقد أجبت عن هذا السؤال بالتفصيل في هذا الكتاب. من ناحية أخرى، سوف يبرز السر واضحا أمامك في كل صفحة تقرأها، شرط أن تكون مستعدا ومهيئا لذلك. وعندما يظهر السر ستدركه فورا وتتعرف إليه. وعند بروز أول